السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب جيت سمارت 1 للصف الاول. النهارده ان شاء الله معنا درس سمارت كيدز في الوحده السابعه، ستيرن بوك كتاب الطالب، بيجز 64 65 64 65. بنكمل اجزاء الجسم اللي بدأناها في الدرس الاول. Let's listen and repeat. Head. 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 طبعا واضح في الصوره head هو الراس مش القرد. Arms. 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 أيضا الاسم هنا في صيغة الجمع arms. Two arms. الارم اللي هو الذراع، ولكن هنا بتكلم عن two arms، الذراعين. Legs. 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 نفس الشيء هنا legs. The two legs بتكلم عن الساقين. Leg اللي هي الساق. Hands. 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 أيضا hands في صيغة الجمع اليدين. One hand يد واحدة. Two hands يدين. One leg two legs. One arm two arms. لكن ما فيش two heads، ما فيش واحد براسين. آخر كلمة معنا long. 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 Long دي صفة بوصف بها الأشياء بمعنى طويل. Long. وتأتي غالبا مع الطول الأفقي وليس الطول الرأسي. Again. Head. Arms. Legs. Hands. Long. Activity 1. Look and listen. We have a dialogue. معنى حوار أو محادثة between Hassan and his friend John. Let's listen. Activity 1. Look and listen. Look at my game. Let's play. Okay. He has got a small head now. He has got small eyes too. Look at my game. بقوله انظر إلى الجيم، اللعبة بتاعتي. Let's play. يلا نلعب. Okay. He has got a small head now. بعد ما عمل عليها إعدادات معينة أصبح رأس الولد صغيرة. He has got. عنده. لديه. لديه a small head now. الآن لديه رأس صغير. رد عليه صديقه he has got small eyes too. مو بس رأس صغيرة، ولكن أيضا لديه أصبح لديه عيون صغيرة. He has got لديه small eyes too. لديه عيون صغيرة أيضا. Now he has got a big head and long legs. Now you have got a big mouth. John. Now he has got a big head. أصبح لديه رأس كبير. And long legs. وكمان أرجل طويلة. جون بيعزف فيه. Now he has got a big head and long legs. Now you have got a big mouth. لعب على حسن. Now you have got a big mouth. وأنت كمان أصبح لك فم كبير. John. العيب يعني. ما تعملش كده معايا. هنتعلم النهارده اللي اتكلمنا عنه في المحادثه has got. لما اتكلم عن شخص لديه شيء معين has got، او يمتلك شيء معين has got. ان كان الشخص ده مفرد مؤنث she، او كان مفرد مذكر he، او كان مفرد غير الانسان it، استخدم الثلاثه معهم الفعل has got، يعني لديها، عندها. she has got long legs. لديها ارجل طويله، بلاش ارجل طويله، long hair. لديها شعر طويل. She has got long hair. She has got brown eyes. عيون بني. Or black eyes. عيون سوداء. He has got long arms. إيده طويلة. علي بابا. He has got long legs. He has got big head. It has got a big mouth. ممكن أوصف بها حيوان من الحيوانات زي هيبو فرس النهر. أقول it has got a big mouth، له فم كبير. It has got a long tail، ذيل طويل. It has got a long neck، حيوان زي الزرافة لها رقبة طويلة. Has got، سواء بتكلم عن مفرد مؤنث أو مفرد مذكر أو مفرد غير الإنسان، الفعل معهم الثلاثة فعل واحد وهو has got، لديه أو عنده. وبعد كده الاسم وممكن معاه صفة معينة.
Activity 2 Find and Stick Then Listen and Match. هنجيب الصور من نهاية الكتاب ونحطها علشان نكمل بيها These pictures A, B, C and D. After that, Listen and Match. Let's say Listen and Match. Activity 2 Find and Stick Then Listen and Match. 1. He has got a big head. 2. It has got a small head. 3. He has got long legs. 4. She has got short arms. You can listen again. ممكن تسمع مرة تانية علشان تجاوب. Number 1 is answered. He has got a big head. لما اشوف الضمير he معناه انا بتكلم عن مفرد مذكر. معنى صورتين فقط للمفرد المذكر A and C. He has got عنده. ماذا عنده؟ ماذا لديه؟ A big head. رأس كبير. Picture A. 2. It has got a small head. لما اشوف الضمير it اعرف انه بتكلم عن شيء غير عاقل غير الانسان. الشيء الوحيد اللي عندي هنا The cat. It has got عندها أو لديها a small head. رأس صغير. 3. He has got long legs. لما أشوف الضمير هي أعرف أنه بتكلم عن مفرد مذكر. هو الوحيد اللي هنا. He has got عنده long legs. أرجل طويلة. فكرني بواحد. The last one. She للمفرد المؤنث. She has got short arms. لديها أيدي قصيرة. Activity 3. Draw and say. Draw a picture for a boy or a girl or an animal. ارسم صورة للإنسان أو لحيوان مفرد مذكر أو مؤنث. And talk about it. وحاول توصفها زي ما تعلمنا في الدرس. You can say he has got, she has got, it has got. Mark has got long arms. ما شاء الله. إيدي واصلة حتى الأرض. Omar has got short legs. أرجله قصيرة. You can talk about the picture. الصورة اللي ترسمها تقدر توصفها. He has got big head, long arms, short arms, long legs, big mouth, whatever. بأي صفة مناسبة تعلمتها في الدرس. Turn to workbook كتاب النشاط page 59 صفحة 59. Activity 1 Look and draw then color. هنقرأ وصف معين للصورة موجود في الجمل معانا والحاجات اللي هنسمعها هنرسمها في الصورة هنا. He has got a big head. بتكلم عن شخص. ده صورة ولد أو مفرد مذكر. He has got عنده أو لديه a big head. رأس كبير. موجود بالفعل. He has got big eyes and big ears. لديه عيون كبيرة. Big eyes and big ears. وأذن كبيرة. Draw. Try to draw. حاول ترسم المواصفات هذه اللي تكلم عنها. But he has got a small nose. And a small mouth. لكن عنده a small nose and a small mouth. أنف صغير وفم صغير. He has got long arms. لديه ذراعان طويلان. And long legs. أرجل طويلة. ممكن ترسم الأرجل هنا. توصل لنهاية الصفحة. But he has got small hands and small feet. لكن أيدي صغيرة وأقدامه صغيرة. ترسم long leg ساق طويل لكن القدم اللي هو feet يكون صغير. ممكن ترسم long arms ذراع طويل ولكن hand اللي هي اليد أو كف اليد تكون صغيرة. حاول ترسم المواصفات اللي احنا تكلمنا عنها في الجمل. That's all for today. ده كان درس النهاردة. Thank you so much. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد. Goodbye.